أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم بيني وبينكم. بيني وبينكم حلقة جديدة على القناة الفضائية القبطية سي سات. أول حاجة بحب أرحب بهايدي. أهلا بيك يا أشرف، وأهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم بيني وبينكم. يوم جديد، يوم جميل، إن شاء الله ننبسط مع بعض. بنبتدي الحلقة طبعا بالسؤال، وهو من هو الملك الذي قتل أنبياء البعل؟ من هو النبي الذي قتل أنبياء البعل؟ سؤال سهل، مش صعب قوي يعني. ونستنى تليفوناتكم، رقم التليفون موجود على الشاشة، ونبتدي الحلقة. هل في جوائز في اللي بيحل؟ طبعا في جوائز. طبعا 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 طبعا. تذاكر كده ولا حاجة؟ أجهزة الآيباد ولا ما في؟ نحاول نعملها الفكرة دي إن شاء الله. طيب النهاردة عندنا تهنئة، أول تهنئة لطفل المعجزة، طفل الحلو الجميل، وهو بيتر بولس، وتهنئة من ماما سهير جيد. طبعا نقول له كل سنة طيبة يا بيتر، وعقبال 100 سنة، وحيعملوا لك بكرة حفلة يوم السبت بعيد ميلادك. كل سنة طيبة يا بيتر من ماما سهير جيد. وتاني حاجة عندنا تهنئة، كل سنة طيبة يا بيتر. تاني حاجة عندنا تهنئة من بيتا للبشمهندس ماثيو بغدادي لتخرجه من كلية الهندسة. مدام بيتا بتهنئ الباشمهندس ماثيو بغدادي، ما اعرفش هو من عيلة بغدادي برضو. طب احنا بعد كده هنتعرف على ماثيو بغدادي، بتهنئته للتخرج من كلية الهندسة. الف مبروك. وعندنا تهنئة عيد ميلاد برضو تيري عزيز من باشمهندس ميشيل مرقص بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة طيبة يا تيري، وعقبال 100 سنة. وعندنا تهنئة برضو مريم صفوت صبحي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا مريم، وبس كل سنة طيبة. وانت طيب يا أشرف. برضو بنشارك تعازي القناة، واسبيشالي برنامج بيني وبينكم، مدام إيفون والأسرة كلها على وفاة الدكتور عصام. إنسان رائع واتخطف بصراحة، والدكتور عصام بشاي. والعزاء يوم السبت بكرة في كنيسة الملاك ميكائيل في سانتا أنا أورانج كاونتي. تعزينا للأسرة كلها ولمدام ليليان أخته طبعا. في أخبار إيه؟ الأخبار نخش أول خبر، وهو حكاية موسى وأيمن نور والشاطر. طبعا الأخبار دي كلها أنتوا زي ما أنتوا عارفين أنه في كمين حصل، او كما يقال انه كمين حصل لموسى، عمرو موسى طبعا، او كمين من ايمن نور او الشاطر. يعني الشاطر عمل خدعة انه وقع الساسة او رؤساء الاحزاب وجابت الانقاذ. طبعا بقت صورة الاستاذ عمرو موسى طبعا مهزوزة شوية، وحاول يدافع عن نفسه ويقول لك انها كان عشاء وقعدة كده اصحاب. ايمن نور بيقول لك كنا بنلعب دومينو. يعني في ناس كتير، والتاني يقول لك ايمن نور كان نايم، ومره يبقى صاحي ويبقى تعبان. فالمهم، فهل هي دي حركه من حركات الاخوان المتاسلمين، الكذب والنفاق والحركات؟ وايمن نور طبعا، يعني احنا ما ننساش برضه الاستاذ ايمن نور لما جه في الاجتماع مع الرئيس مرسي، اللي قال له نطلع بطيارات ونشتري طيارات، وعمل شويه حركات وافلام كانه بيعمل افلام فان دام او افلام بروسلي. فالمهم، فاحنا طبعا عايزين نشوف الموضوع، هل عمرو موسى فعلا انه اتضحك عليه بالسياسه اللي احنا عارفينها، السياسه النظيفه الحلوه، ولا كان عارف انه نتيجتها هتبقى كده؟ هو بيقول انه اتضحك عليه، يعني عيب برضو لما يكون راجل في مركزه. هو حسب بقى هايدي، يعني هو بيقول انا اتضحك عليا، فناخدها على. هي معانا مكالمه من الاخت سوزان. الو هايدي، اهلا بيكي. نشكر ربنا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. نشكر ربنا. فين شهاده التمرد؟ عايزه اشوفك وانت كده رافعها ورافعها. انت تؤمري. أهو موجوده ايوه اهو، وجاهزه ان احنا نبعتها لاي حد يطلبها مننا. انا بعتها لكم. طيب كويس، برافو. توصلكم ان شاء الله. ميرسي وبركه. كده حلو كده. احنا عايزين كل واحد يعمل نسخه، واي رقم البطاقه او رقم جواز السفر صالح ولا مش صالح،
المهم حط اسمك وما تخافش، ده انت بتعمل حاجة لبلدك. نخاف من ايه؟ ده احنا برا يعني مصر كمان، يعني مش معقولة حتى الخوف هيوصلنا. في بعض الناس يعني يقول لك يعني هتعمل ايه الحملة دي ولا التمرد، يعني جت عليا انا فانت عارف الاسلوب بقى التشجيع، فهمت ازاي؟ التشجيع. لا خلاص كله هيبقى تمام، وان شاء الله شعب مصر هيبقى رجالة تمام، وحنزغرط ونذيع للدنيا كلها، المصريين هم ايوه رافعين راسنا في كل الدنيا ان شاء مزبوط. الله مزبوط. شعب مصر للمسيح، تدعيني للمسيح ان شاء الله قادر يتمجد. امين امين. عندك إجابة السؤال؟ النبي اللي قتل أنبياء البعل هو إيليا، طبعا موجودة في ملوك الأول 18. أنا من غير نظارة بس إن شاء الله هقرأ يعني. تاخدي نظارتي؟ ما هو بقى ربنا يعوضنا. anyway موجودة في ملوك 18 عدد 29. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. فقال لهم إيليا امسكوا أنبياء البعل لا يفلت منهم رجل، فأمسكهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. إيليا هو اللي ذبحهم بإيده. أوكي. ربنا قادر يدينا إيليا جديد كده ويذبح إخواتنا البعدة. أمين. هو ربنا بيتصرف معاهم. أمين أمين. بنشكر حضرتك. عاملين زي الفيران دلوقتي، كل واحد بيدور له على حتة يهرب فيها. أيوة صح. الله. إن شاء الله. مرسي عايز قال إيه يهرب على السودان ويقول لك أنا رايح أتكلم في موضوع السد. سد إيه يا عم الحاج؟ سد نفسك. مش روقة سد الحنك على رأيك. مش روحت بالعكمة إياها في شنطة الخضار؟ روح من السودان من اثيوبيا بالعكمه اياها ورجع قال لك دي المشكله دي بقالها سنين وما طلعتش غير لما سيادتك رحت. ده انت بركه يا شيخ. وحياه ربنا يعني ترحمنا من بركاتك ومن النهضه بتاعتك اللي ودتنا ورا صحيح. احنا بنحبه، احنا بنحبه، انا بحبه. هو غلبان هيوحشنا اصل. لا يوحشك انت معلش. حبيبي ده حبيبي. لا وصحبي. معلش معلش كان لاقي حد نرد عليه بعد كده. البرنامج كده هيقفل. لا ان شاء الله مش هيقفل ان شاء الله. وهنتكلم ان شاء الله في مصر القويه الشابه. امين ان شاء الله. 30 يونيو اولادها وشبابها مسلمين في ايد مسيحيين. أمين. ان شاء الله ان شاء الله البلطجيه دول الفيران هيرجعوا للجحور تاني. امين. واخد بالك؟ امين. ان شاء الله. امام ترى يعني هيعملوا لهم حفل التكريم وهم داخلين من غير ابوه. بكل تاكيد. ده هتبقى ثوره مش في مصر، دي ثوره في تونس وفي مصر وتركيا. سوريا. يعني أمين. الثوره دي كلها على الاخوان. امين. وعلى النهضه بتاعتهم. وسوريا ان شاء الله ربنا ينصرهم. ان شاء الله ربنا ينصرهم. ربنا ينصرهم. امين. ينصرنا وينصر الكل. امين. اشكرك واشكر محبتك. أمين. شكرا. أمين. حبيبتي ميرسي. أمين. على اتصالك. سلام. سلام. مع السلامه. انت شغلك موضوع عمر موسى، انا برضو شاغلني الموضوع ده، بس هل هو بالسذاجه دي يعني ان يثق ولا كان مين اللي ممكن يكون ايمن نور هو اللي حطه في موقف زي ده؟ يعني استغله ايمن نور لان هو صديق للطرفين يعني، او بيلعب على كل لون زي ما بيقولوا؟ هو بصراحه يعني ايمن نور قاعد معاهم، وكان قاعد مع مرسي مع الرئيس، وقاعد يقول له نشتري طيارات ونوهمهم احنا هنضرب السد وحركات وكلام ده. دي يعني والكلام ده علني يعني، اثيوبيا والسودان وكل الدول دلوقتي اللي حوالين مصر سمعت وعرفت الاخبار، وكل واحد عايز يعمل. مقززه بصراحه، ناس ملهاش اي خبره، ملهاش اي حكمه في الكلام، وقاعدين يتكلموا. وهل هو كان مقصود ان هم يتحطوا على ان هم يبقوا على الهوا مباشره من غير ما يعرفوا؟ هل كانت خدعه دي كمان؟ مش عارفه، في خدعات كتير او خدع كتير زي ما بيقولوا. ازاي نثق في ناس زي الاخوان المسلمين؟ ازاي نثق في مجموعه ابتدت سياستها بالكذب والخداع والرشوه، واخدت الحكومه واخدت الحكم واخدت البلد كلها بكذب وخداع ونفاق، وهم يعني مش هاممهم يعني، بيتكلموا ولا كان في دماغهم. معانا مكالمه من الاخت بيتا. الو الو بيتا. الاخت بيتا اهلا بيكي، حضرتك على الهواء. صباح الفل. اهلا بيكي.
ازيك يا مدام هاج؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. هي جايه متاخره بس انا برضو متابعه. لا لا لا، مش مشكله، برضو الحمد لله على السلامه. وكل سنه وحضرتك طيبه. انتوا طيبين يا رب. ميرسي. انا مبسوطه جدا، ربنا يخليك يا رب دايما. دي حقيقي، دي محبه كبيره للمحتاجين بتوع مصر، وانا رايحه، انا هبعت لك شيك لتعديد المشروع ده، وهحاول اعمل كده كل شهر. ربنا يخليكي وربنا يعوضك كل خير على الحكايه دي. ربنا يخليكي ويديكي اكتر واكتر يا رب. ربنا يخليكي ويعوضك. دي حقيقي حاجه كبيره قوي، كتر الف خيرك. المهم اشكر كمان على التهنئه للبشمهندس ماتيو بغدادي، وعائله الدكتور بغدادي وزوجته، وانا مبسوطه جدا جدا والحمد لله احنا بنشارك فرحتهم، وكتر خيركم على انكم يعني بتجملونا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. حضرتك تكلمينا منين مدام بيتا؟ انا بتكلم في شيكاغو وهم في نيوجيرسي. يعني في عيلة بغدادي في نيوجيرسي؟ ده قريب، خد بالك. ما هو شكلها كده وعايز يعرف برضه. هم في نيوجيرسي. هم في نيوجيرسي. خليهم يبقوا يشوفوا القناة ويشوفوا البرنامج ونحاول نتعرف عليهم أكثر. وبرضه موجود على الفيسبوك، الصفحه بتاعتنا بيني وبينكم موجود على الفيسبوك برضه. خلاص خلاص ان شاء الله. الحلقه بتنزل هناك. شكرا. الصوت بيقطع، معلش. الف شكر وسلام. ربنا يخليك للجميع. خليك هنا، واحنا مستنيين الاستاذ جورج يرجع لنا بالسلامه عشان يقرا لنا الجرايد ان شاء الله. لا هو بيحضر استوديو هناك ان شاء الله، يعني هتبقى حاجة فخمة جدا واحنا كلنا مستنيينه. سؤال لحضرتك، عايزة تجاوبي السؤال؟ لا ملحقتش، معلش. ولا يهمك، ميرسي يا عم داخلة، معلش. والف مبروك، بنشكر حضرتك. سلام. باي باي. مع السلامة. معانا الاخت جورجيت. الو الو، اهلا بيكي. الو بيكي. الو اهلا. انا على الهواء. ايوه اتفضلي. أيوة حبيبتي، معاكي اشرف وهاي. سلام ونعمة اخت هايدي. سلام ونعمة حبيبتي. نعمة اشرف، يا هلا يا مرحبا. اهلا بيك. النبي الذي قتل جميع انبياء البعل اكيد هو النبي ايليا. الملك. مش النبي. السؤال بيسال. نعم على ملك ايليا. فهو اولا الرب استجاب له ويعني وقف المطر كما أمر، كما طلب من الرب. وأيضا عنده معجزة أنه لما ابن المرأة لما قطع النفس ومات، فطلب إلى الرب أن ترجع نفسه إليه، ورقد فوقه ونفخ ثلاث مرات إلى أن رجع نفس الغلام إليه. فكذلك بعد معجزة أنه مع عابدين البعل، طبعا الذبيحة، ذبيحة إيليا، نزلت نار من السماء وأكلت المحرقة والحطب ولحست حتى المياه. فبعد ذلك رأى جميع الشعب وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله. أمين. فبعد ذلك قال لهم إيليا امسكوا أنبياء البعل لا يفلت منهم رجل، فامسكوهم ونزل بهم إيليا إلى نار قيشون وذبحهم هناك. طيب يا اخت جورجيت، شكرا حبيبتي. جورجيت. ربنا يخليك. شكرا ليكي حبيبتي. الله يخليك، مع السلامه. طيب طب ليه ما تقوليش انه عمرو موسى راح وهو عارف انه رايح يقابل الشاطر وايمن عشان يتفاوض او يشوف ايه الحل للمشكله اللي احنا فيها؟ او ليه بناخدها احنا كحاجه سلبيه؟ ليه ما ناخدهاش ايجابي؟ ليه ما اقعدش برضه حتى لو انا مصري، ليه ما اتفاوضش مع اسرائيلي مثلا؟ ليه ما اتكلمش؟ يعني انا بتكلم على الناحيتين. هو يعني انا ممكن اخد النقطة. وجهة نظرك طبعا تحترم، ووجهة نظره هي برضو تحترم. هو ممكن يكون اتخدع، او ممكن يكون فعلا كان عنده علم ان هو هيكون موجود وهيحاول ان هو يناقش معاه. بس ايه اللي ممكن يتناقش مع الشاطر وبصفته ايه؟ وهل هما امنا في ان هما لما يتفق معهم على اي حاجة هيكون لمصلحة مصر ولا لمصلحة اشخاص معينة؟ ولا المصالح شخصية جدا، يعني ليها أجندة. هو مرسي بصراحة، يعني يحترم ان هو ما اتكلمش في ساعة المؤتمر
وكان ايمن يا ما هو عارف اصل ان كان في على الهوا فهو كان بيوقع ناس. تفتكري كان عارف؟ اصل في الاخر لما جه الراجل قال لك ايه تعالى نقعد مع بعض ونحلف على القران انه ايه محدش يجيب سيره لبره. طب في واحد قسيس كاهن كان الانبا موجود برضه هيحلف على القران برضه ولا كان قاعد كان مع مين؟ لا يعني صح عندك حق بس الفكره وما تجيبوش سيره لحد ليه؟ لا اله الا الله كلها عرفت يعني حتى دي ترجمت مش اللي بيتكلموا عربي بس دي ترجمت فتخلي بالك مأساة مأساة خلي بالك المؤتمر ده حصل وبعديها طلعت موضوع بقى موسى وايمن والشاطر يعني. بص هما انا لا اثق في احد من المجموعه كلها ربنا يسامحني برضو انا حتى ابتديت افقد الثقه في مجموعه بتاعه جبهه الانقاذ بس عمرو موسى قال لك انا لا انا مضيت على حمل التمرد وهنزل يوم 30 يونيو برضو جميل جدا جميل يعني جدا بس مش هيكون قائد هيكون من الشعب من حقه ان يتمرد بس واحد. ما حدش يثق ان هو يكون من انا اتمنى ان كل مواطن قائد. كل مصري بيحب بلده ويحب مصر لازم ينزل مصر حلوه ما حدش يا جماعه اتكلم عن مصر ولا يقول لك دي وحشه والكلام ده يا جماعه مصر حلوه ما لكوش دعوه اللي بيحصل دفع ثمنها غالي طبعا لازم اي صوره لازم يكون فيها دم طبعا الدفع ثمنها غالي مش بالسهوله دي ان احنا نستسلم ونديها لناس لا تستحقها معانا مكالمه من الاخت ايميلي الو مدام ايميلي الو اهلا بيكي ازيك يا مدام هايز اهلا بيكي حبيبتي ازيك يا استاذ اسر اهلا بيكي ازي حضرتك محيرنا ليه عايزين الملك ولا عايزين النبي لا احنا عايزين الملك السؤال الملك النبي هو الهي والملك هو على الشاشة الملك ما هو السؤال كده هو عايزين الملك مش النبي عشان كده انا قلتها كذا مره لا يعني ممكن السؤال اللي بعده يبقى للنبي بس هي دي للملك يعني عايزين الملك عايزين ملك الملك طب ندور تاني بقى معلش هو كويس ادينا كلنا بنتعلم صدقيني ندور تاني ونشوف ربنا معاكي ميرسي حبيبتي شكرا جميل قوي عسل طيب طبعا ما الانسان يعيش يتعلم على طول على طول واحنا بنتعلم معاكوا صدقيني نشكر ربنا ربنا يخليكم لينا عايزين الملك ان شاء الله شكرا مع السلامه طيب طيب ايه لا يعني هو في اخبار تانية كتير طيب عايزين ندخل فيها واحداث كتير طبعا يعني حمله تمرد شغاله وحملات ضد التمرد شغاله تمام وحملات التجرد شغاله تمام بس برضو الشعب المصري كله ضد الحكومة وضد الإخوان وضد السلفيين وضد القوانين كلها اللي بتنزل والدستور كله غلط وغلط كله هيتغير مصر يعني طول عمرها عدى عليها عصور وأحكام كتير صحيح وشعوب صحيح كتير دخلت مصر وفضلت صامدة أيوة واقفة وتتحدى كل أشكال العنف وتتحدى كل أشكال الاستعمار المشكلة زي ما كنا بتكلم مع دكتور محمد في البرنامج اللي فات إن عدونا جوانا من جوة مصر مش جاي من برة مصر هي دي الفرق الفرق اللي احنا بنمر بيه النهاردة إن احنا من داخلنا انقسمنا ربنا يستر بقى في فئات كتير ايدر اخوان او مصريين يعني انقسمنا الى اخوان او مصريين والليبراليين ما الليبراليين كلهم مصريين لكن بقينا مصريين واخوان يا مصريين هنكون يا هنفضل اخوان بس يعني ما فيش حماس ما هو فرع ولا في القسام النشاط بتاع القسام فين النشاط كتائب القسام مش كده فين مش فاضيين مش فاضيين بيه مش واخده بالك انه ما فيش اي حاجه هناك طبعا مش عملوا احلى من كامب ديفيد كمان يعني مش وافقوا على كامب ديفيد وبس دول يعني بس انتوا ملاحظين يعني طبعا كتائب القسام ما بنسمعش عنهم خالص هتسمعها خلال يومين ثلاثه انه كتائب القسام ضربت صاروخ صغنن كده فاير ووركس عشان تستشعر انت ما اعرفش احنا نزلنا مصر على فكره ولا ما نزلناش انا شايف انه مصر يعني بتتفرج والشرق الاوسط بيتفرجوا وكل واخد باله من الاحداث اللي بيحصل انه سينا كمان بيحصل فيها احداث واطنان من المخدرات بتتمسك واسلحه جايبها الشاطر من ايران يعني حاجات كتير قوي بتحصل في مصر في احداث كتير ومرسى مطروح ايه اللي بيحصل؟
30/6 هيصلح كل حاجه ان شاء الله. اتفتحت بحري خالص ان شاء الله. تمرد المتحدث باسم تمرد بيعلق على تصريحات مرسي وبيقول العبث هو ان يحكم مصر. وقال الحمله لا تهدف لعزل مرسي فقط بل محاكمته هو واعضاء الاخوان المسلمين الذين قاموا بمساوئ كتير قوي في الفتره الماضيه. يعني احنا مش عايزين ننزل مرسي بس، لا ده احنا هنحاكمه ونحاكم الاخوان المسلمين اللي هم اهانوا المصري واهانوا الشعب المصري كله واهانوا مصر على مستوى العالم. ما بقيناش مصر بتاعت زمان لان ما لهمش ولاء لمصر. وما فيش كمان سياحه كمان لمصر خلاص. لا السياحه خلاص بقى. بس في سياحه من نوع تاني اللي هي ما بتضحك. في سياحه على ايام مرسي وحكومه الاخوان الحريه والعداله. طب ناخد الاجابه من الاخت ايميليا قبل. ناخدها. معلش ايوه لقينا لقيت الملك. اتفضلي. لقيتيه؟ ايوه. لقيته اخاب. اخاب الملك. اخاب الملك. اخاب الملك. طيب خليكي معانا لاخر الحلقه و طب عندك الشاهد؟ بس معايا ملوك اول. هو في الحته في البدايه كده عند اوله الايه وكان الجواش اليوم في السميره فدعا اخاب عبيديا الذي على البيت ده فوق اخاب وبعدين الايه الثانيه ولا الثالثه وبعدين في حته ثانيه تحت برضو عدد 17 واللي بعديه بقى بيقول ايه؟ بيقول دي واحده الاول قال له انت مكدر اسرائيل ومش عارفه ايه والكلام ده الاول قال له انت مكدر اسرائيل لا وبعدين رجع بعته تاني مش عارفه يعمل ايه بقى اصل الاصح طويل يعني لا لا معلش هو بس هل ذكر ان هو قتل ابناء بلعال مش عارفه اصله طويل قوي صفحتين فانا ما قريتهاش كلها انبياء بلعال طيب طيب خلاص دي قال لهم ليه امسكوا امسكوا في الآية 40 قال لهم إليه امسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل فأمسكوهم فنزل بهم إليه إلى نهر قشون وذبحهم هناك. ده إليه. إليه. هو أنتِ قربتي هو في ملوك بس مش ملوك الأول. في ملوك هو ملوك الثاني. في ملوك أنا كتير. قربت شوية أهو. الثاني. في ملوك الثاني. معلش أنا جبت لكم بقى إيه؟ برافو لا لا كويس كويس إنك بتحاولي. أحلى حاجة إنك بتحاولي. هو أخاب وخلاص. واحنا خلينا لاخر الحلقه ونشوف مين هو. طيب طيب حبيبتي ربنا معاكي شكرا ميرسي على اتصالك تاني. سلام. طيب ميرسي قوي. العفو حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلم. انت بقى ايه رايك في موضوع السياحه في مصر؟ انا عايزه اشوف ايه السياحه الجديده اللي هي على السياحه الجديده طبعا اهل الاقصر واسوان طبعا ناس حلوين قوي جدا انا زرت الاقصر واسوان كذا مره جمال 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 حقيقي عليهم طيبه وعليهم اخلاق وعليهم فيهم حاجات حلوه يعني بس نزلت عندهم عشان السياحه ما فيش بقى فايه هو بقى السياحه؟ لم تقتصر السياحه في الاقصر على زياره معالمها السياحيه بل تطرقت الى نسيج الاسر واصبح السياح باختلاف جنسيتهم تربطهم صله مع المصريين فزواج للاسف يعني فزواج المتعه الذي وضعت شروطه السائحات أصبح سمة من سمات الأقصر وخطرا يلاحق أخلاقيات وعادات وتقاليد المجتمع المصري لكن هذا الزواج لا قد يسبب انتعاشا ماديا ده يعني ده بيشجعوا السياحة دي يعني والله هو بصي بقى عشان الحالة المادية والسياحة ما فيش فقال لك في السائحات اللي بيجوا بقى من المانيا وانجلترا طبعا في ناس كبار في السن كبار في السن معاهم فلوس معاهم فلوس طبعا بتبقى فوق يعني مصلحه فوق بقى فوق ال 100 سنه زواج المصلحه انا ما حددتش السن بس فوق ال 100 سنه يعني تبقى معاها فلوس فنازله بقى جواز مصلحه الاقصري اسواني مش عارف ايه صغير عايز يعيش عايز يشتغل فيتجوز زواج المتعه هي بتحب مصر ونفس الوقت هتصرف عليه وعلى اهله طبعا اذا كان بالدولار او بالجنيه استرليني طبعا تفرق مع الدولار يبقى 8 جنيه ومع الجنيه استرليني قولي 10 ولا 12 يعني في مبالغ كبيره ف يعملوا ايه بقى
يعملوا ايه؟ يعني احنا اتعلمنا اتعلمنا في او اتربينا على ان احنا نموت بكرامتنا. يعني الواحد يموت من الجوع، الواحد يبقى عايش عنده كرامة او يموت بكرامته. لو هيعيش من غير كرامة يبقى يموت بكرامته احسن. طيب. حتى لو مات من الجوع، بس ان احنا نقنن الزنا ونقول عليه زواج متعة عشان ما فيش فلوس داخلة للسياحة في طيب مصر، وممكن واحدة ست كبيرة في السن او ممكن راجل كمان. طب ما احنا برضو نقول برضو ما افتكرش ان اهالي اسوان واهالي الصعيد واهالي الاقصر هيوافقوا بحاجه زي دي. اه طبعا بقول لك دي حاجات يعني ممكن حد يبرر يعني. يبقى انا عارفه ان هو الخبر يعني مقزز ان احنا ممكن يوصل بينا ان احنا نفكر في سياحه من هذا النوع. السياحه دي مش موجوده في مصر ومش هتبقى موجوده في مصر. مصر ارقى من كده بكتير. السياحه دي لما تكون في بلد ما عندهاش اثار، السياحه دي ممكن تكون لناس ما عندهاش اثار، بس احنا ما عندهاش آثار. سياحه فعلا تجيب لها دخل. لكن احنا لما يكون عندنا سياحه حقيقيه وتستغل بهذا الاسلوب يبقى عيب قوي، عيب قوي 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 ان هم ممكن يطلعوا على مصر ان هي توصل بسياحه بيها انها تبقى بهذا الشكل عشان بس هم قاعدين. الناس مين؟ دي قاعده في مصر، الناس بتوع الاقصر قاعدين والسياح قاعدين. بدل ما كانوا يهاجروا يطلعوا في مراكب على البحر ويغرقوا عشان يروحوا ايطاليا ولا يونان، هم جايين لهم لغايه عندهم عايزين يعملوا تجاره. معلش ممكن يتجوزوا جواز قانوني بدل الاسم التاني ده، يكون اشرف لينا. انا اشرف معاك على طول. طب ناخد الاخت سوزان. الو الو اهلا بيكي. انا برضو فهمت السؤال غلط لما عدتيه تاني للمدام اللي قبل مني. قلتي أيوة. الملك اللي قتل انبياء البعل هو ياهو، موجودة في ملوك التانية، هو فيها حتة طويلة قوي من 18 بيقول فيها، في حتة بيقول فيها ايه: فالان ادعوا الي جميع انبياء البعل وكل عابدي وكل كهنته، لا يفقد احد لان لي ذبيحة عظيمة للبعل. هو عمل خطة جمع كل انبياء البعل اللي فيه، قال لهم قال ايه ان في ذبيحة وانا هعمل ذبيحة للبعل ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر: واما ياهو فاقام خارجا 80 رجلا وقال: الرجل الذي ينجو من الرجال لا. الذين اتيت بهم الى ايديكم تكون انفسكم بدلا منه. خلص عليهم كلهم، هو عمل لهم زي خطة وحبسهم في معبد البعل وقال لهم تسيحوا دمهم كلهم، واللي هيفلت منكم نفسه هيبقى فدى نفس الراجل ده. الكلام ليك يا جارة. ايوه يعني لا معلش لا ده انت بتفصلي. بتفصلي ربنا قال له ايه؟ ملوك 10 عدد مش عارفه ده 20 ولا 30. انا مش قلت لك انا مش لابسه النضاره؟ ما بقول لك حضرتك انت بتفسري الايه وبتفسري القصه يعني جميله قوي متركبه. طب اسمع بقى دي. اتفضل. ربنا ده سكر ازاي؟ وقال الرب لياهو: من اجل انك قد احسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت أخاب، فأبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل. بص عظمة ربنا ده بقى. عسل جميل. عسل إلهنا حلو وإلهنا طيب وحضرتك حلوة برضو إنك أنت بتراجعي وتكلمين. ربنا خليك أحلى عشان أخدتوني تاني يعني أنا سقطت عملتولي ملحة. بس كويس برافو عليك. أشكرك كتر ألف خير. ربنا خليك ربنا خليك. العفو حبيبتي. شكرا. صلوات القديسين. صلوات العذراء والقديسين. شكرا مع السلامة. حلوين المشاهدين والله أوي 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 يعني. عشرة معنا بقى كده. طبعا 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 كنا بنقول ايه؟ لا خلاص بقى كفايه كفايه على السياحه دي. ما افتكرش انه ولا واحد مصري يقبل ان ممكن السياحه دي او النوع ده من السياحه يكون عندنا في مصر. احنا سمعنا عنه في بلاد تانية بس مش هيكون في مصر. حتى لو محتاجين، حتى لو محتاجين ماديا في طرق كتيره جدا. احنا محتاجين. ما خلاص امريكا وافقت على ايه؟ فلوس. على ايه؟ هتبعت فلوس لمصر. هتبعت يعني فلوس ولا اسلحه؟ وافقت بس بحاجه سريه برضه، نفس المؤتمر او الاتفاق اللي هم كانوا عاملينه مرسي وجماعته برضه قال لك انه احنا هندي امريكا ندي مصر القرض وهنوافق على القرض بس عشان نشجع مصر يعني نبقى تعاون امريكي مصري قبل الثوره. خلي بالك قبل كده برضه عملوها نفس الحكايه
وقال لك مش هندي الامريك مش هندي لمصر اي قرض والكلام ده، وبرده ادوا القرض لمين؟ بس هل الشعب هو بهذه السذاجه ان هيقتنع ان القرض ده حتى لو دخل خزانه مصر، مش هقول جيوب الاخوان، هيوصل للشعب؟ لا 200 مليار خلاص انتهت. فاكره موضوع 200 مليار؟ طب 200 في كل مليار. حاجه كانت 200 مليار الحلقه دي كان 200 مليار في كل حاجه. تمام. معانا ايميليا تاني. الو. معلش بقى انا دوشتكوا كده. لا 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 الملك كويس. الملك ياهو اوكي في الاصحاح العاشر من اول الايه 20 لغايه 27. انتوا قاعدين مع بعض؟ انا بدور في الكتاب. لا برافو عليك. و... لا كويس كويس ان بنفتح الكتاب وندور. برافو برافو. انا ولايه البلد. شكرا يا اخي. العاشر ربنا يخليك. من 20 ل 27. ربنا يخليك. اشكرك ربنا يخليك. حاضر اقراها لكم كلها عشان مش لابسه النضاره. لا لا برضو عسل. ربنا يخليك اشكرك. شكرا حبيبي. اياه بقى خلاص. ماشي ربنا يخليك. شكرا. دعيتكم معلش. لا 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 بالعكس احنا قاعدين مستنيينكم ان انتوا تكلمونا. قاعدين عشان قاعدين عشانكم زي ما اشرف بيقول. نشكر حضرتك. شكرا. شكرا لصلواتك. معانا الاستاذ مرجان. استاذ مرجان الحمد لله على السلامه. اينو وحشتين. الو استاذ مرجان. الو اهلا بيك. الو لا الو ايوه ايوه طولها شويه. الو الو يا مرجان. سلام المسيح معاكم يا جماعه. ومعاك يا استاذ مرجان. مع حضرتك. انا معلش عايز اقول لكل الناس اللي بيقولوا ان ياهو قتل انبياء البعل، ياهو امر بقتل انبياء البعل ولم يقتلهم بيده. من قتل انبياء البعل في اصحاح 25 ولما انتهوا من تقريب المحرقه قال ياهو بالسعاه والثوالث، من قتل انبياء البعل وسفك دمهم السعاه والثوالث بامر من ياهو الملك. شكرا يا استاذ مرجان. بس معلش بقى يعني ده تحديدا اذا كنا عايزين نحدد يعني. ماشي يا استاذ مرجان. حضرتك مش قاعد معاهم. محتاج النضاره؟ مش قاعد معاهم. طيب شكرا يا استاذ مرجان. ايه رايك في الاوضاع اللي بتحصل يا استاذ مرجان؟ الاوضاع اللي بتحصل انتوا البرنامج بتاعكم عسل. انا يعني يعني من فتره كبيره ما بحضروش لاني ما ببقاش موجود الصبح، بس النهارده لكن انا بفتح ولقيتكم. ده احنا اللي احنا محظوظين. الله يخليك. وبعدين البرنامج بتاعكم يعني بالنسبه للسياسه والكلام والطريقه بتاعتي انا واخد بالك. ايوه واخد بال. ايوه ما يتاقلمش معانا معلش. ولا يهمك. ماشي. سلامنا للمدام كتير. شكرا. الله يسلمكم. ربنا يخليك ومع حضرتك. شكرا يا استاذ مرجان. مع السلامة. طيب. في مصادر سيادية بتقول ان القوات المسلحة لن تعترض اي تظاهرة سلمية في 30 يونيو وان هي هتكون مراقبة الموضوع من بعيد، بس هتكون اكتر حوالين يعني بتكثف في حدود مصر من ناحية سيناء والمدن القناة. الو معانا حد. الو الو مساء الخير. مساء النور. اهلا مين معانا؟ اشرف وهايدي. ايوه انا مامي بيتر اللي هقول له النهارده هابي بيرثداي. اهلا يا مدام سهير. كل ازاي؟ سنه وانتم طيبين. انا متشكره لكم خالص. انا بحاول اشوف الحلقه على الهوا مش عارفه اجيبها خالص. ولا على الليك ولا هحاول هحاول. طيب انا متشكره لكم خالص. ربنا يعوض تعب محبتكم يا رب. ربنا يخليكي. من عائله بغدادي واحنا عندنا اشرف بغدادي برضه. لا انا مش سامعاك يا حبيبتي. لا مش من عائله بغدادي. مامت بيتر. بيتر بولس. هي سهير جيد. انا لخبطت. ام سوري ام سوري. ولا يهمك هاجي انا عذراكم حبيبتي. ربنا معاكم. ميرسي. انا اللي عارف. اسكندراني بقى. شكرا لكم خالص. شكرا. ويا ريت تبعت لنا برضو الصوره من التورته او اي حاجه يعني صوره مش حته. من التورته مش توره. طيب صوره التورته. عينيا. حاضر. هو الحفله بكره. حاضر. كل سنه وانتم طيبين. عقبال 100 سنه. انت طيبه حبيبتي. متشكره خالص. العافيه سهير. ميرسي حبيبتي. باي باي. مع السلامه. معانا الاستاذ جوزيف. الو اهلا صباح الخير. صباح النور. اهلا بيك.
اهلا ومساء الخير على شعبنا بمصر كمان، لازم نمسيهم كمان. مظبوط. يعني. وعلى اهل سوريا وعلى سوريا والشرق الاوسط كله. والله تحنن، وهدول القطاعين الطرق يلي اعتدوا على دير مارلياس بحمص وبمدينة القصير، نتيجتهم كانت الدمار يعني، لأنه الإنسان ويلك أنه لا تلعب بالنار. صحيح. لا تلعب مع الروح القدس، الروح القدس ما بيلعب يعني، خط أحمر ما تحسب. هو بالطبع الأشياء هدول شباب صغيرين، ما الحكم لازم يكون على هدول الكبار القتلة العميان يعني. إلى أين؟ ولهلا الحمد لله بقرن 20 و21 صار كلمة الحق توصل لكل البيت يعني. وبس أهم شيء أنه في هون برسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح العاشر، أيوة. كيف يسمعون بلا كارز، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ يعني الشعب اللي عايش بالظلام عم يؤمن بشخص مش موجود بالهواء، بالطبع عم يستبدل هالشخص اللي ما انه موجود بشخص تاني. ما يسمعش انت بس لتكون رايل عند الطبيب والطبيب يقول لك انت معاك التشخيص المرض فلاني وهذا هو الدواء الفلاني، ما تعمل له لف ودوران وتقول له حكاية حشاش وكده هو وكمان 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 وكمان. أنا بدي أدخل للجواب للحالة المفصلية خاصة. بيقول لك مثلا الأخوان المسلمين، هاي كلمة ملغومة، من هم المسلمين؟ شو معناتها الأخوان المسلمين؟ وشو معناتها بالسياسة؟ عم يخربط الحاجات. وهالشعب الغلباوي الغلبان بيضحك على الشعب الغلبان. الغلباوي غير غلبان. الشعب الغلباوي حرام يعني بقى نحن الغلبان. الغلبان الشعب الغلبان. ايه والشعب المصري الغلباوي يعني غلبان يعني. لا غلباوي يعني غلباوي يعني ايه؟ يعني يعني متعب يعني متعب يعني. الغلباوي هذا انت صاحب غلبة. لا غلبان غير الغلباوي. عندنا غلباوي. الغلباوي يعني معناه شقي او متعب. اوكي أو معك حق. اوكي اوكي يعني الغلبان شعب طيب. احنا فاهمين قصد حضرتك. شعب طيب. وبعدين شعب طيب. يعني آن الاوان انه لازم كلمة الحق توصل لاي بلد، لانه احنا كمان عندنا مسؤولية. صحيح. والله اعطاني مثل رؤية امبارح انه انت ما لازم تكون عسرة بنور المسيح. نعم. يعني حتى قال له أرجي عسرك ولا أرجي بخلك، لأنه يسوع المسيح ما بيحب البخلاء يعني. بقى أنت عطي عسرك، شارك بحي الله شغل الصغيرة، شارك بحقه وبكذا، بس أرجي عسرك أنه يا رب أنا ما معي غير هيك. بس لازم تكون أنت بالسباق. لأنه إذا طارب الحياة الأبدية، والحياة الأبدية هي بتبلش من الأرض يعني. الله محبة، إذا أنت بقلبك ما فيش محبة يعني رايحين على هلاك. بنوي تيكت يعني. ربنا يستر. لازم يتوقع. إلهنا قوي أستاذ جوزيف، وهو بياخد لنا بحقنا يعني. عندك الإجابة على السؤال يا أستاذ جوزيف؟ الإجابة هي بملوك الثاني. أيوة. في الإصحاح العاشر. نعم. وفي أول شيء العنوان مكتوب قتلت كهنة البعل، ببلش من 18. وبعدين هو بالطبع أخاب، وفي جملة تبعه هي ولما انتهوا من تقريب المحرقة، هذا العدد 25، قال ياهو للسعاة والثوالث ادخلوا اضربوهم لا يخرج أحد، فضربوهم بحد السيف. بالطبع كان أمرهم هو يعني أخاب هو اللي قايلهم انه ثم جمع ياهو كل الشعب، الملك ياهو يعني. ملك ياهو. شكرا استاذ جوزيف. بنشكر حضرتك استاذ جوزيف. خلي لنا ياكم. وخليك يا لينا يا رب. مع السلامة. شكرا. الف سلام. مع السلامة. طيب انا 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 غلباوي. انت غلباوي؟ انا غلباوي. انت غلباوي. انا متمرد. انت متمرد صح. واللي خلاني ابقى متمرد هو مرسي. لان فعلا الشعب المصري شعب طيب، شعب غلبان،
ولما هيصور هيصور جامد يعني. طبعا. فان شاء الله 30 يونيو كلنا ننزل. انا ودي انزل، بس السنه دي نزلت مرتين كفايه، لان مراتي مش يعني هتطلقك يعني. هم قالوا لي احنا لو انت نزلت خلاص ننزل معاك بلاش. نزلت فكفايه، وانا شفت الاحداث اللي بتحصل، رحت الاتحاديه ورحت المظاهرات اللي كانت موجوده في اسكندريه. يا بختي. وشميت الغاز، قلت اجرب اشم الغاز. لا فعلا انا بقول للناس اللي هم قدام في الصفوف الاماميه اللي بيشموا الغاز، يعني فعلا متعبه جامده قوي، يعني نوعيه حرقان. ناخد المكالمه. ناخد المكالمه. الاخت ميري من الاردن. الو. صلك زمان يا اخت ميري. اهلا بيكي اخت ميري. مرحبا. اهلا بيكي. كيفك يا اخت ميري؟ وحشتينا. انا اشتقت لكم كتير كتير. واحنا كمان. كيفك؟ شو اخبارك؟ اشوفكم على الشاشه. ربنا يخليكي. كتر خيرك. الله يسعدكم. كيف صحتك؟ منيحه؟ كيف؟ كيف صحتك؟ منيحه ان شاء الله؟ الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله. ان شاء الله دايما. يا رب دايما. والحمد لله على سلامتكم كمان. الله يسلمك. الله يخليكي. ميرسي كتير. الله يسعدك. عندك الإجابة؟ بدي أجاوب على السؤال. هو أيوة. الملك ياهو. نعم. أوكي. لأنه هو جمع كل العبادة البعل. نعم. وأمل إنهم يعني هيك زي حفلة وأضع عليهم، يعني صار يدوروا إنه في حدا من عبادة الرب ولا لا. نعم. اللي حتى إنه هو أضع عليهم. أمين. لأنه كان إيليا أيامها وكان أخاب وزوجته. طيب. اوكي اخت ميري، بنشكر حضرتك كتير وتابعي معنا لاخر الحلقه. الله يسعدكم. ميرسي. الله يبارككم ويبارك لك. اذكرينا في صلواتك. شكرا. مع السلامه. اوكي. في خبر عايز تقولي لي تاني ولا حاجه؟ عشان انا حقيقي يعني اتضايقت عشان موضوع مرسي. بخير اللهم اجعلك هيقعد كتير لغايه 30 يونيو. دي كلها ايام، انا ممكن اعديها لك بالساعات يعني. كتير قوي. لا انت متضايق عشان هيقعد كتير؟ لا 30 يونيو ده على فكره مش اي سنه تانية يعني. لا بس مش يعني. هو في مصر بس، ده كلهم هيمشوا ان شاء الله. ان شاء بس الله. بس يمشي يروح فين؟ البحر كبير. لا هيغرقوا يعني. اصل انا قعدت في مصر حاجة. ما شفتش انا اخوان يعني. انا قعدت في مصر ورحت اسكندريه والقاهره، ما شفتش اخوان؟ ما شفتش اخوان. هم ليهم ملامح تانية هايدي؟ شكلهم يعني هل هم ليهم مخ كبير؟ ما هي مثلاً عارف، هي دي المشكله، ان انت مش عارف مين عدوك. دماغهم كبيره مثلا، احجامهم كبيره، مش عارف مين عدوك. طيب. مصريين شكلهم، مصريين مش كده؟ بس في مشكله حصلت، او فضيحه دوليه زي ما بيقولوا. فضيحه دوليه جديده لحكومه الاخوان. اللي حصل ادراج مصر على القائمه السوداء للدول التي لا تحترم حقوق العمال. يعني طبعا دي كانت متوقعه، اذا كانوا هم ما بيحترموش اي بشر يعني هل هيحترموا العمال؟ عموما قالوا ان ده كان متوقع، لان حقيقي لما يتحط اسم مصر على قائمه الملاحظات القصيره اللي هي القائمه السوداء بلجنه المعايير ومنظمه العمل الدوليه، وذلك لانتهاك حكومه الاخوان المسلمين لحقوق العمال. ده كان متوقع طبعا، وهي حكومة الإخوان ما فلحتش في أي حاجة عشان تفلح إن هي تبقى تدي للعمال حقوقهم. النهضة وطائر النهضة والرئيس المنتخب ولا بيهمه مرسي الناهض ولا بيهمه الشعب ولا بيهمه العمال ولا بيهمه غير أهله وعشيرته. فيعني الخبر متوقع، ما كانش، ما كناش نحلم، كل حتة ما كناش نتخيل كل حتة هاي. كل النقابات، نقابة المحامين، نقابة عندنا بتوع الضباط الملتحيين برضو. ما تنسيش الضباط الملتحيين برضو، دول عاملين مظاهرة ومن حقهم بقى. ما هو اذا كان الريس بدأن يعني الضباط عمال تعمل حماية وتعمل مراقبات وتعمل لجان ومش عارف، دول قاعدين يعملوا مظاهرات
عشان لحيه، هنربي لحيه ولا نحلق اللحيه، ده انتوا ناس فاضيه. هو هو ده همهم. وظبطك وتموت في سينا وتتخطف في سينا، ودول واقفين قاعدين يقول لك وجايبين اهاليهم وعشيرتهم بقى وكلهم باللحيه عشان يبقى ظابط باللحيه ولا من غير لحيه. يا ابني انت فاضي يعني. ده بكره يجروا زي الفرن ويحلقوها جري. يا ابني انزل شغلك وروح شوف شغلك وقضي واجبك. واكل عيشك. نشوف ام عمار. الو؟ بلا زمان. مساء الخير حبيبي. اهلا بيكي. وحشتينا. هايدي الرب يبارك عليك وعلى اخ اشرف عزيزي. يا هلا 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 بالقلب، شلونك؟ حبيبي شلونكم عزيزي؟ شلون الاخ؟ شلون الاخ؟ شين حياتي شين حبيبتي انتي. انا بس عشان بفكر هايدي هايدي في ميسي. شين شين رابا سباي رابا سباي ان شاء الله على طول رابا سباي. امين يا رب. احنا وانتو يا رب. ميرسي. ان شاء الله يا رب. مامتك شلون يا اهل القناه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. بعدين احنا بنتكلم اللغه الاشوريه، هي اللغه الاشوريه عشان في ناس يا اخت ام عمار فاكرين احنا بنتكلم يهودي ولا عبراني، هاي اللغه الاشوريه بتتداول في شمال العراق. لغه العراق. اهلا. والجواب حبيبي فضل. من الملوك الثاني صحيح العاشر. نعم. العدد 25. ولما انتهوا من تقريب المحرقه قال ياهو للسعات والثوالثي ادخلوا اضربوهم لا يخرج احد، فضربوهم بحد السيف وطرحهم السعات والثوالثي وساروا الى مدينه بيت لا بعد 26 واخرجوا تماثيل بيت البعل واحرقوها 27 وكسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة إلى هذا اليوم. هو 28 واستأصل ياهو البعل من إسرائيل و29 لكن خطايا يربعام ابن ناباط الذي جعل إسرائيل يخطي لم يجد ياهو عنها أي عجول ذهب التي في بيت أي والتي في دان. هذا الجواب. بركة. نشكر حضرتك. يبارك كتير يا أم عمار. سلوات على حضرتك. سلامتكم عمار. والحمد لله يا رب انتم على سلامتكم والرب يعينكم ينصركم يا رب على كل الحمد. اشكرك احنا وانتم يا رب. تشكروا في العالم. سلام للاسره. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. ربي يبارك عليك. معنا الاستاذ جاك. سجاك. الو سجاك. الو سجاك. مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا بيك. اتفضل. ازيك يا استاذ عايز؟ ازيك يا استاذ ربنا. نشكر الرب. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انت سالت سؤال، لما نزلت مصر ما شفتش الاخوان صح؟ ما شفتهمش. كانوا مستخبيين. ازاي ما شفتهمش؟ انت ما شفتش الناس اللي هي ودانها طويله؟ هم دول الاخوات. اكيد انت قصدك على لا 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 هم الخرفان اللي ودان الخرفان ودان مطلقه. ما في مجموعه منهم بودان وفي مجموعه منهم بقرون. في خرفان في معيز في ماعز. هم دول معلش بكره يحلقوا دقنهم ويبقوا يعني ناس كويسه. معلش هم برضه مصريين وبشر زينا زيهم برضو يعني. إن شاء احنا الله كل حاجة تبقى كويسة. ويبيع أهله ما يبقاش مصري ده ما 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 قلش عليه مصري أبدا. أيوة بس هم أعتقد مش مصريين. ربنا يستر. ويحمي مصر. ولو دورنا في نسبهم هلاقي إن ملعوب في نسبهم أكيد يعني. لأن دول يا تلاقيهم ده أكيد. ملناش دعوة. ده الخلق للخالق. عامة. ربنا يستر. هيروحوا فين بعد 30/6؟ كان مجموعة تهرب على قطر ومجموعة تهرب على أوروغواي ومجموعة يتحصروا كده في سينا وهينزلوا ضرب فيهم المصريين. أمين. احتمال كل المصريين يعني يتوبوا كده كتيرة. أمين. طب حضرتك يعني هيحلقوا دقنهم قبل ما يجي يوم 30 يونيو. ما تفرقش. لا تفرق كتير برضه. طب أستاذ جاك حضرتك منين؟ أنا من مصر. تكلمنا من مصر دلوقتي؟ لا 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 انا من امريكا هنا. منين؟ انا ولايه ما تخافش يعني. ولا لا لا عادي انا من نيو هامشير. طب كويس. طيب مضيت عملت مضيت لا اتفضل لا 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 اتفضل لا 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 مضيت 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 حملة تمرد. انا مضيت لنفسي ومضيت لناس كتيره كمان. برافو عليك. برافو. ايوه كده صح كمان. اشكرك. بقيت ماشي اللي الاقي امضي. برافو عليك. اقول له امضي امضي. برافو. امضي هتتباع في مصر. احنا عايزين زي الاستاذ جاك كده ناس كتير تبقى معاهم الورقه دي ويعملوا منها نسخ ويمضوا وان شاء الله في كمان وقفه اهل الاقباط كلهم اللي موجودين او المصريين مسلم مسيحي كله هيطلع على هيئه الامم المتحده المبنى هناك ويعتصموا وان شاء الله 30 يونيو. مش هيبقوا بس مصريين على فكره، هيبقوا مصريين واتراك وتوانسه. لان دي ثوره هتبقى ثوره
على الشرق الاوسط وفي تركيا وعلى النهضه وعلى الاخوان المتاسلمين. نرجع الثوره لاهلها. عايز اوضحها لكل المصريين لان الناس في ناس كتير ما تعرفش. في حاجه اسمها كشوف البركه. كشوف البركه اللي كانت بتاعت الريان زمان لو نسمع عنها. طبعا صكوك البركه. البركه بتاعت الاخوان المسلمين اللي جبتهم من قطر. علشان المصريين يعرفوا ان الناس دي بيلعبوا بيهم. واحد زي مفتي الجماعه عبد الرحمن البر واخد شيك ب 750 الف دولار من قطر. واحد زي مثلا نبيه الوحش واخد 300 الف دولار. صفوت حجازي واخد 600 الف دولار. صفوت حجازي كم؟ 300 الف دولار. رفيق طمويل حبيب اللي هو نائب حزب الحريه والعداله يهوذا بتاعنا يهوذا بالظبط يهوذا واخد 250 الف دولار. تبيع دينك وتبيع اهلك وتبيع اخواتك الفلوس وتبيع كل المصريين بتعمل النفوس ب 250 الف دولار. هي كشوف البركه دي جبتها منين؟ يعني 30 من الفضه باع المسيح يا استاذ العزيز ومكشوفه دلوقتي كل وطالعين دلوقتي ده فوق. لا الكلام ده غلط. الناس لازم تسوق وتشوف الناس دي بتفوق. الناس فائت صدقني بتجرب الدين. عزه الجرف اللي هي كانت عضو مجلس الشعب اللي هي الست دي اللي هي راجل في الاصل ولابس ست ام ايمن برضه واخده 600000 دولار باكينام. باكينام؟ لا مش باكينام. لا ام ايمن. ام ايمن. ام ايمن. اوكي. اللي هي شبه الراجل دي. شبه واحد زي سليم العوا واخد 750000 دولار. اسمه يا مصريين واعرفوا الناس دول بيعملوا فيكوا ايه. طب احنا عايزين الليسته دي لو تبعتها لنا على الايميل. عيني. مفيش اي مشكله. اصل دي فرصه استاذ جاك فرصه دلوقتي ان هم دلوقتي في الحكم ننزلها على الفيسبوك فبيحاولوا يستولوا على اي حاجه وياخدوا هدايا يتقبلوا اي هديه. لا ده مش بيتقبلوا هدايا دي بيعتبروها يعني هقول ايه ما كلمه كده ما تتقالش بس خلاص عامه يعني اتفضحوا بيها وخلاص. عامه خلي الناس يعرفوهم يعرفوا مين مفتي صفوت حجازي اللي كان رايح شهداء بالملايين رايحين ملايين فعلا واخد 600 الف دولار عشان يروح بالملايين كذب. هو كان عايز ياخد ملايين بس جاله بس 600 الف شويه حراميه وبلطجيه. الراجل ده ما راحش ليه؟ انا بستغرب يعني ما انت واخد 600 الف دولار ده حاجه شخصيه. ما هو عشان يقولها بس يعني هو هيروح فين؟ ده غير سرقه البلد. ده غير سرقه البلد طبعا. ربنا يرحمه عليه. غير سرقه البلد العوا اللي كان عمال يقول الكنايس فيها اسلحه واخد 750 الف دولار. العوا اللي هو بيكتب الاعلانات الغير دستوريه لمحمد مرسي هذا الشخص فعلا مريض. لو الناس تعرفوا على حقيقته لو تعرف الناس دي على حقيقتها الناس كله هيبان في الشارع. التاريخ لن يرحمهم صدقني التاريخ لن يرحمهم. ربنا موجود يا استاذ جاك. بنشكر حضرتك يا استاذ جاك ويا ريت تبعت لنا في الحمله دي. طبعا يا رب الناس كلها بس تنجح. امين ان شاء الله. عايز تجاوب على السؤال؟ لا ما الناس كلهم جاوبوا. هجاوب ايه بعد اللي جاوبوه؟ عشان نديك الهديه. لا لا خليها لحد يستاهلها. طيب ولا يهمك. اشكرك يا استاذ جاك. شكرا على المداخله. ربنا يبارك. ميرسي يا حبيبي. ميرسي ميرسي. طيب هو كده الوقت قرب. لا لا لسه في خبر جميل كده. انا عايز اسمع اخبار جميله. في خبر من دوله الامارات بيقول لك انه في ابو اسلام وحقيقه اول مقهى اسلامي في مصر. أول مقهى إسلامي يعني كل القهاوي اللي موجودة في مصر مش إسلامية. خلي بالكوا اللي أنتوا قاعدين في القهاوي وقاعدين في الكافيتريات دي مش إسلامية كلها حرام في حرام. فخلي بالكوا كافيه دي كابتشينو. دي كابتشينو يعني دماغ كابتشينو. هو أول مقهى في مصر يفصل بين رواد بين الجنسين حفاظا على الخصوصية. وقد أثار هذا المقهى ضجة كبيرة بعد افتتاحه ووصفه البعض بالمقهى الإسلامي الأول في مصر بعد صعود الطيارات الإسلامية إلى الحكم. تحدث عنه أبو إسلام في برنامجه حزب الله وأن وأكد أن القائمين عليه ينتمون إلى جماعات الإخوان المسلمين إلا أن القائمين على المقهى نفوا صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين. يعني دلوقتي عندنا قهوة إسلامي لا فيه حريم ولا رجال يعني منفصل. وحتى لو مش عايزين حريم احسن بلاها من الحريم. خلي القهوه رجالي مفيش اي حريم يخش المقهى وكلهم اسلاميين. طب يعني ايه المعنى؟ انت كل حاجه اسلامي صكوك اسلاميه طب ما في برانيت ما
مكيفة وجاكيتات دلوقتي بتتعمل في دبي عشان الحر، سمعت عنها ولا لا؟ طبعا تكييف، يا ترى ده اسلامي، اختراع اسلامي ولا اختراع ياباني او صيني وكلهم بيعبدوا البوذا، وكلهم يعني 90% بيعبدوا بوذا وجاموسة وبقرة، وانت رايح تشتري من عندهم جاكيتات وبرانيت وتشجع الاقتصاد بتاعهم مكيفة. هل ده حلال ولا حرام ولا ده اسلامي؟ لا القهوة يعني هم عايزين يشهروا اي حاجة ويبقى فيها اقبال، حط بس اسلامي جنبها، سكوك اسلامية، شريعة اسلامية، قرارات اسلامية، بنوك اسلامية، زي اسلامي، حط بس اي حاجة جنبها الاسلامي هتلاقي اوتوماتيك الشعب المسلم مش وراهم. بس ده كان زمان، كان زمان، كان زمان. دلوقتي خلاص الشعب واعي، حتى المسلم نفسه هو اخدها هارد واي، صحيح يعني اتضرب على دماغه جامد، ولكن نشكر ربنا ان على الاقل ابتدى يفوق. نشكر الله ربنا باذن الله نتيجه الثوره القادمه، ثوره المراه، الثوره القادمه هي ثوره المراه. وبمناسبه المراه خبر سريع، ان هل تعلم ان مخ المراه يستجيب للفكاهه اكثر من الرجل؟ المرأة اكتشفوا ان عندها في خلايا في المخ بتستوعب الفكاهة وسرعة النكتة، البديهة للنكتة اسرع من الرجل. فاحنا عشان كده دايما متفائلين وبنضحك، انتوا برضو بس يعني احنا اسرع شوية او اكتر شوية. عموما انت وصلنا يعني دلوقتي اهو، انا لسه ما وصلتش ما استوعبتش انت قلتي يعني ايه بقى، يعني ازاي يعني الست هي اسرع؟ يعني اكتشف العلماء بأدلة دامغة عن وجود اختلافات بين الجنسين عن إدراك النكتة والمزاح بين مخ المرأة وإدراكها للموضوع وبين الرجل، فالست محب تمزح أكتر، يا ريت تضحك على طول وتاخد طبعا النكتة. طبعا 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 يا ريت. طب كويس، انت عندك شك؟ لا 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 طبعا لا. طيب وصلنا لنهاية الحلقة، الإجابة هي الملك ياهو فعلا، وهي من ملوك الثاني الإصحاح العاشر، والكل تقريبا جاوب صح. اللي هيفوز معانا النهاردة مين؟ تقلبهم بس، قلبهم بس كويس، زودت الملح ولا حاجة، حطيت بهارات. لقطت انت النكتة سريعة يا هايدي. طبعا طبعا. الأخت إيميليا، الأخت إيميليا، كبري خطك شوية. الأخت إيميليا، الأخت إيميليا كسبت معانا النهاردة، يا ريت تتصلي بينا، احنا عندنا العنوان بتاع حضرتك وكسبتي معانا قبل كده، ألف مبروك، واللي ما كسبش المرة دي يكسب المرة الجاية. وهنعيد برضو نقول التهنئة من بيتا للبشمهندس ماثيو بغدادي بمناسبة تخرجه من كلية الهندسة، وتهنئة برضو من قناة فضائية لتيري عزيز من زوجها ميشيل مرقص، وتهنئة لمريم صفوة الصبحي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة طيبين. وبيت وماريانا حنة برضو بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة طيبة. وبيتر بولس 4 سنين، كل سنة وانت طيب يا بيتر، عقبال 100 سنة حبيبي، من ماما سهير جيد، كل سنة وحضرتكم طيبين، من قناة الفضائية القبطية سيسات، وبالأخص برنامج بيني وبينكم. أنا أحب أشكر كل المشاهدين اللي كلمونا، وربنا يبارككم ويبارك الاستاف المجموعه الموجودين في سيسات، واشكر هايدي. اشكرك يا اشرف، برضو تعزينا للدكتور لاسره الدكتور عصام بشاي، يعني من القناه ومن البرنامج. وفي نهايه الحلقه بشكركم اعزائي المشاهدين على الحلقه الجميله بتاعت النهارده، ومبروك للاخت ايميليا، وان شاء الله اللي ما كسبش المره دي يكسب المره الجايه، ونلتقي بكم الاسبوع القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.